ما قلت لي يا خليل انت رح تفلح الارض؟ ولا يهمك يا اميره هفلحها، بس انت اصبري علي شوي. الله يرضى عليك، ما بدنا نتاخر بالفلاحه، بكره بتي بس الارض بتنشف ما بتعود بتمشي فيها السكه منيح وبتتعذب بحرتها. ولا يهمك امي، ما في شيء بصعب علي خاصه اذا الموضوع بيخصك. الله يرضى عليك يا ابني وييسر امورك كيف ما درت وكيف ما اتجهت. طيب ليش يا امي ما بتستاجروا تراكتور مشان الفلاحه؟ يعني لايمتى رح نضل نفلح التور؟ كل هالفلاحين عم يستاجروا تراكتورات. صدقيني يا جميله، طالما هالتور موجود وانا موجود فباذن الله الامور كلياتها رح بتهون. حكي اخوك مزبوط يا جميله، وان شاء الله بهمه اخوك الله يرضى عليه وبهمه التور بنستغني عن التراكتورات. لك امي، هدول الناس عم يستأجروا تراكتورات لأنه معهم مصاري، أما نحنا يا حسرة علينا، يا دوب عم نطالع لقمة يومنا. خلي الطابق مستور ولا تنكشيلنا جروحاتنا لك أمي. دايمي صحتين تقبرني؟ صحة. بس ما حلك تشبع؟ الحمد لله كفاها الله. قومي جميلة تقبريني، قومي عملي له فنجان قهوة لأخوك اللي يمزمز فيها على مهله. على عيني. طيب بين ما يصير فنجان القهوة رح قوم اشتغلي شوي بالأرض. اشربها بالأول تقبرني. ما بطول أمي ما بطول. الله يرضى عليك شو انك مرضي وصاحب همي. الهي ما تحرمني منه، الهي تمسك التراب بيقلب ذهب بين ايديك يا خليل. امين يا رب العالمين. العمى شو هاد؟ غريب. انت بتعرف هالتمثال لمين؟ لا والله يا سيدي ما بعرف. طيب فكرك هذا تمثال الملكة ارمية عن حقها؟ العلم علمك سيدي، والله ما بعرف، يعني انا بصراحة ما بفهم بالشغلات، مشان هيك جبته لعندكم على المخفر. طيب وين لقيته قلت لي؟ تحت الشجرة سيدي. أنو شجرة؟ اللي عنا بالبستان سيدي. ها يلي عندكم بالبستان؟ اي نعم سيدي. ودخلك لقيته لحاله ولا لقيت معه شي تاني؟ شي تاني؟ مثل شو سيدي؟ اسمعوا، لا تضيع لي خلاقي تجذب علي بجذب على بلد أنا. شو قصدكم سيدي؟ قصدي ألاعيبك مكشوفة وما بتنطلي علينا هيك تمثيليات؟ سيدي هلو ألاعيب ولا تمثيليات؟ أقسم بالله أني لك هلأ لا تقعد تحلف وتتحلف؟ قالوا للحرامي حلف قال إجاني الفراش. حرامي سيدي؟ أنا حرامي؟ أنت لقيت تمثالين ومشان تبعد الشبهات عن حالك جيت تسلم واحد وخبيت التاني ومفكر حالك ذكي ما شاء الله وكان حولك وحواليك. يا سيدي الله وكيلك. هوس ولا حرف، اطلع بتمثال الملك أرمان عوام. الملك مين سيدي؟ أرمان يا حبيبي، وعامل حالك ما بتعرفه كمان. يا سيدي الله وكيلك بعمري ما سمعت باسمه. شو هذا أرمان؟ نورني سيدي نورني، يستر على عرضك نورني. شوفوا لا خليل لا تصرع علي راسي، هي عم فهمك ها؟ الإنكار ما رح يفيدك، بالعكس رح يجيب لك آخرتك وضاعف لك عقوبتك. بقى اعترف بسرعة أحسن لك، اعترف وحاجتك شطار. بشو بدي اعترف يا سيدي بشو؟ يعني هذا جزائي لما اجيت سلمتكم التمثال؟ وشو الفائدة إذا سلمتنا إرمية ولطشت أرمان؟ ولا فكرك الملكة إرمية كانت بايرة وعزابية؟ أقسم بالله يا سيدي أقسم بالله إني لا بعرف لا أرمان ولا طرمان. أنا فكري إني جاي قاضي غرض، فكري إني مبيض وش قدامكم. بتعرف شو بيسوى هالتمثال؟ لا والله يا سيدي ما بعرف. يا مسعود! حاضر سيدي. خذوا دوريات وفتشوا بيته ارني ارني وشبر شبر وزجوا لي هالازعر بالسجن على بين ما ننظر بامره. يا سيدي ليش لا يسجوا لي بالسجن؟ يلا بنعود. والله وكيلك ما عملت شيء. لك يلا يا عثمان بيك بعرضك انا، والله وكيلتك يا ناس يا عالم مظلوم.
الثاني بلعنك. الله ببكيكم يا جماعة، لا أربية خانهم ويا أرمان بعرفوا. لك امشي بلعنك يا من هون. يا جماعة والله ما شفته. تضرب بهرباس. شو هالحكي اللي عم تحكيه يا إبراهيم؟ وليه على قلبي عليه؟ ايه والله يا خالتي ام خليل، المساعد مسعود بيقربني وهو بلغني بالخبر. طيب ليش حابسينه؟ يعني ما عرفت شو السبب؟ قال تهمينه بسرقة تمثال الملك أرمان وانه مخبيه ليهربوا برات البلد ويبيعه بالمبلغ المرقوم. يلا بخاطركم بخاطركم. مين هذا أرمان امي؟ لك الثاني عن شو عم تسأل؟ لك لك انا شو بعرفني بهذا الموضوع؟ الحقيني لك امي الحقيني، بدنا نضل قاعدين وساكتين واخوكي محبوس بالمخفر. ونحن شو بيطلع بايدنا نعمل يا امي؟ خلينا نحكي للمختار، اكيد بيلاقي لنا حل. ليش المختار بيطلع بايده؟ شو بدنا نساوي لكان؟ ليش في قدامنا غيره؟ امشي لك امي امشي، الغريق بيتعلق بقشه. ودي على قامتي عليك يا خليل. والله اخي خليل ما بيستاهل. بيستاهل امي؟ لك امشي امشي هلا، خلصيني امشي. نعم سيدي، نعم حققنا معه، بس للاسف لحد هلا ما اعترف. نعم يا سيدي، فتشنا البيت والارض كمان وما لقينا شيء. والله يا سيدي احتمال كبير يكون معه شركاء. ايه معك حق سيدي، بس المشكله انه وسائل التحقيق عندي بدائيه كثير، يعني ما عندي غير فلقه وكبل رباعي. ونحن كنا قدمنا طلب قبل 3-4 أشهر مشان تبعتوا لنا اجهزه حديثه، بس لحد هلا. نعم عفوا سيدي امرك. طيب طيب رح حولكم المتهم لعندكم باقصى سرعه. ايه طبعا طبعا مع محضر التحقيق وهو كذلك. احترامي يا سيدي احترامي. الله معكم. قالوا نعيم طمني يا ابني، اعترف ولا لسه؟ لا لا خلاص ما في داعي، جهزوه مشان نحوله للعاصمه موجودا. ايه بسرعه مع السلامه. شو يا خليل؟ لساتك ميبس راسك مو ناوي تعترف؟ سيدنا الله يخليك، بشو بدي اعترف؟ انت بس اعطينا اسماء شركائك وانا بوعدك اللي طالعك مثل الشعر العجين. ومشان تطمن اكثر انا ما راح اقول لشركائك انه انت اللي حكيت عنه. يا سيدي الله وكيلك، الله وكيلك انا. بس انا ما بفهم هالحكي بقى، فهمت؟ بدي تمثال الملك أرمان بأي وسيلة. شي حلو والله، ما بقى علينا غير نترك شوية زعران يتحكموا بتراث البلد. طيب وانا شو دخلني يا سيدي؟ شو دخلني؟ قسما بالله انا مالي علاقة بموضوع الآثار. بعدين انا زلمة غشيم تماما بهالمواضيع. ماشي الحال، خليك ميبس راسك لنشوف اخرتها معك. انت موقوف على ذمة التحية حتى اشعار اخر. خذوا على السجن. يا سيدي الله وكيلك، انا ما بعرف شيء عن هذا الموضوع. امي الحبيبه، اختي العزيزه جميله، بحب طمنكم اني انا بخير ومو ناقصني غير اني اشوفكم. الحمد لله صحتي منيحة ونفسيتي مرتاحة ومعنوياتي عالية جدا، وكل هالشي لاني متأكد تماما من براءتي. الوضع هون ماشي حاله، والأكل عم يجينا بانتظام 3 وجبات كل يوم، وبقدر قلكن انه الأكل كتير كتير كويس، والناس اللي محبوسين معي بالسجن كتير حبابين وأوادم، والقط بياكل عشاهم، وكل شي من أحسن ما يكون. أمي الحبيبة بالنسبة للأرض لا تهكلي همها بنوب، رح أحرت لك إياها وأفلحها بإذن الله، وهذا وعد مني إليك وأنا متأكد من هالشي، لأنه بإذن الله بإذن الله إقامتي بهالسجن ما حتطول. وفي الختام أقبل أياديك الطاهرة وأرجو أن لا تنسيني من الدعاء حتى يخلصني الله من هذه الورطة. المشتاق لكم ابنك خليل. يقبر قلبي إن شاء الله، هكلان هم فلاحة الأرض هو بالحبس. شايفة أخوك قديش حنون؟ إيه معه حق يا هيك الهم،
لأنه إذا ما انفلحت الأرض من هون لعشرة أيام رح يروح علينا موسم السنة، وبتعرفي إذا راح علينا موسم السنة رح نتبهدل ونتشرشح ونصفي على الحديدة، والله بيعلم شو رح يصير بحالنا. لا والمصيبة إنه ما في حوالينا مين يساعدنا، كل واحد ملتهي بحاله وما حدا سائل عن حدا. الله كبير يا بنتي وما بينسى حدا. والنعم بالله، بس معقولة يا أمي هيك نضل ساكتين وأخي عم يتعذب بالحبس؟ لك أمي شو بيطلع بإيدنا نساوي وما ساوينا؟ هي حكينا مع المختار وما طلع بإيده شي. يا أمي المختار بهيك شغلات مثل قلته، وبصراحة نحن لازم نوكل محامي لأخي. محامي؟ إيه طبعا ليش لا؟ بيجوز المحامي يفك أسره فورا ويطالعه بيومين زمان. إيه منين بدنا نجيب مصاري؟ مو مشكلة أمي، بيع إسوارتي. قبل ما تبيعي وتتصرفي من عندك اسألي أخوكي وشاوري، بيجوز يكون عنده رأي تاني. أصبح قايمة اكتب له رسالة وآخذ رأيه. إيه اكتبي له رسالة وسلمي لي عليه وطمنيه عن أحوالنا، ما بدي هيك الهمنا وهو بالحبس، ولي على قلبي عليه مو ناقصه هكلان هم. حاضر أمي على عيني. أما بالنسبة لموضوع المحامي فما في داعي توكلوا محامي أبدا، لأنه أنا بريء ورح تظهر براءتي بإذن الله. وبالنسبة للموسم الزراعي يا أمي أنا وعدتك أني أفلحها وأحرتها، ووعدت الحردين وبإذن الله رح أحرتها قريبا، وبيجوز يصير هالشي بعد كم يوم. والله كتير متفائل. ولهالسبب اطمني وحطي رجليكي وإيديكي بمي باردة وتأكدي أنه الموسم الزراعي ما رح يروح علينا مهما كانت الأسباب. لذلك أرجوكي من هلأ تحضري البدار، والأرض يا أمي رح تنزرع بوقتها مثل كل سنة. سمعاني شو عم يقول خليل أمي؟ خلص من بكرة لازم نشتري البدار. كيه؟ شلون بدنا نشتري البدار؟ بركي أخوك طول بالحبس وما قدرنا نفلح الأرض، منكون خسرنا حق البدار على الفاضي. بس أنا قلبي حاسسني أنه ما رح يطول. بعدين ما شفتي شو كاتب بالرسالة؟ هو اللي قال اشتري البدار مو نحنا، يعني لو ما كان واثق من طلعته ما بيقول هالحكي. الله يسمع منك يا جميلة ويفك سجنه على أهون سبب. خلص من بكرة مننزل منشتري كل شي بيلزمنا ومنتكل على الله. والله يا أمي الأرض يبست كتير وصارت مثل الباطون وصار لازم تنفلح بسرعة. إيه الله يفك أسرك ويفرج كربتك يا خليل ويفرحنا فيك. الله لا يحرمنا منك يا حق. أمي الحبيبة، وفي الختام أرجو يا أمي إنك ما تنسيني من الدعاء. ملاحظة، لا تفلحوا الأرض قبل طلعتي من السجن، لأني بصراحة دفنت فيها تمثال الملك أرمان. العمى ما ألعن لو كيف ما فكرنا بهالشغلة من الأول؟ والله وقعت يا خليل وما حدا سمع عليك. ألو شو هالحكي؟ معقول يا سيدي؟ لا بس شلون اعترف؟ هيك مكتوب الرسالة؟ حاضر سيدي حاضر حاضر أمرك أنا جاهز هلأ فورا رح أبعت قوة. طبعا يا سيدي أي شيء بصير بتصل فيكم فورا. الله معكم يا سيدي، مع السلامة. الله معكم يا سيدي. يا مساعد مسعود، يا مساعد مسعود.
وعدتكم اني رح افلح الارض، وهي انا يا امي عم في بوعدي المشتاق لكم خليل.